ازيك يا وليد، اخباركم ايه؟ عايزين نعمل بقى في الفيديو ده وليد كده تجميع للاوسكالتيشن. احنا شرحنا طبعا الاوسكالتيشن بقى في التفصيل في فيديوهات نظر العملي، وفهمنا كل صوت نسمعه امتى، بس انا عايز دلوقتي اعلمك تكنيك كده. لو انت دخلت على البيشنت ان شاء الله ازاي تقدر توصل لتشخيص الحاله بالسماعه، تمام؟ عايزك تركز معايا الاول في الصوره اللي قدامك دي. الاول انا عندي في ثلاث سيناريوهات يا اولاد للحاله اللي ممكن تخش لك اخر سنه في الامتحان في الاوسكالتيشن. او رقم واحد، الحاله اللي انا هسمع فيها مرمر، ده رقم واحد. طب رقم اتنين، الحاله اللي مغيره صمام، اللي هي عامله فالف ريبليسمنت، وقلت لك قبل كده انك بتسمع في حاجه اسمها الميتاليك كليك او حاجه اسمها الميكانيكال كليك، ودي مفتاحها اسكار في نص الاسترنم. كنا قلناها قبل كده في فيديو كومبايند انسبكشن اند بالبيشن. الاسكار ده كان اسمه ميديان استرنوتوم اسكار. وفي حاله ثالثه ما بلاقيش فيها مرمر ولا بلاقي فيها سكار، اللي هي حاله المايترال استينوزس ويز بالمونري هايبرتنشن. هنفهمها لك دلوقتي واحده واحده. طب تعالى رقم واحد، الحاله يا اولاد اللي انا بسمع فيها مرمر. هو في الاول عشان تبقى انت فاهم بس ايه هما الاوسكالتاتوري ارياز. انا قلت لك قبل كده الاوسكالتاتوري ارياز اللي هما ايه، على البيشنت اهو في عندي حاجه اسمها المايترال اريا. المايترال اريا دي موجوده فين؟ المفروض موجوده في الليفت فيفث انتركوستال في الميد كلافيكول لاين. سماعتك تحت النبل الشمال هنا كده، يبقى انا بسمع المايترال اريا، بسمع المايترال اريا. ترايكاسبيد اريا اللور ليفت استرنال بوردر، قلت لك في الرابع. لو انا هنا في الخامس اطلع بس سبيس فوق اهو واروح عند الاسترنم، يبقى ده كده الترايكاسبيد اريا اللور ليفت استرنال. بعد كده الاورتا، الاورتيك اريا كان فيه اتنين، في A1 وA2. الفيرست اورتيك اريا مفتاحها ايه؟ ده سوبرا سانوتش انجل اوف لويس، ده قلنا ده الرايت سكند سبيس، ده A1 تمام. طب الجهه الثانيه بس انزل سبيس تحته كده، يبقى ده الليفت ثيرد سبيس، ده الاي 2 البلمونري في الليفت سكند سبيس. يبقى انا عندي فيه خمسه اوسكالتاتوري اريا، المايترال، ترايكاسبيد، فيرست اورتيك اريا، سكند اورتيك اريا مع البلمونري اريا. ركز بقى معايا، اول سيناريو الحاله اللي فيها مرمر، تمام؟ احنا لما بنخش على البيشنت اول منطقه بحط عليها السماعه هي الايبكس اوف ذا هارت. وخد بالك قلت لك قبل كده الاكزامينيشن بتاع الكارديولوجي بيجيب الاوسكالتيشن، فانا بحط سماعتي على مين؟ على الايبكس اوف ذا هارت. انا سمعت صوت مرمر، تمام؟ ايا كان الصوت ده ايه يا اولاد؟ يعني ما تشغلش بالك بقى فو تش تح، المهم انا سمعت مرمر. يعني بدل ما اسمع صوتين بس اللي هم اس 1 اس 2، لا انا سمعت صوت مرمر اهو، واخد في التربلنس اوف بلاد فلو. سمعت مرمر على طول هعمل تايمنج. يبقى ده لو انا سمعتي، بص كده، لو انا سمعتي على الايبكس تمام اهو وانا سامع مرمر، تمام، على طول ايدي على الكاروتيد سواء بالثمب او بالثلاث صوابع ميديال تو سن ومستويد مص، يعني هنا اهو الكاروتيد اهي في الحته دي كده، خلاص ايدي على الكاروتيد اهو. لقيت المرمر ده مع خبطه الكاروتيد في ايدي، يبقى ده سيستوليك مرمر، مش مع النقره يبقى دايستوليك مرمر. طب بص بقى يا سيدي وركز معايا في الصوره، لو سيستوليك مرمر على الايبكس ايه الديفرنشال دايجنوزس بتاعه؟ ممكن يبقى مايترال ريجرج. المايترال ريجرج بلاقي فيه بان سيستوليك مرمر على الايبكس، وده السايت اوف ماكسيم انتنسيتي بتاعه. او ترايكاسبيد ريجرج، ترايكاسبيد ريجرج بيبقى هو المفروض السايت اوف ماكسيم انتنسيتي بتاعته على الترايكاسبيد اريا بس مسمع على الايبكس، يبقى ده ترايكاسبيد ريجرج وبرده ده بان سيستوليك مرمر. او اورتيك ستينوزس، طبعا انت عارف ان الاورتيك ستينوزس السايت اوف ماكسيم انتنسيتي بتاعه المفروض في الفيرست اورتيك اريا بس ممكن برده يسمع على الايبكس ويبقى ايجكشن سيستوليك مرمر. يبقى سيستوليك مرمر على الايبكس يا مايترال ريجرج يا ترايكاسبيد ريجرج يا اورتيك استينوز. طب تعالى بقى واحده واحده. اول حاجه المايترال ريجرج يا اولاد، زي ما حفظنا وفهمنا قبل كده، المايترال ريجرج لو الانتيرو ليفلت، انت عارف المايترال فالف ليه بايكاسبيد فالف، بيبقى ليه اتنين فالف بس مش تلاته. انا قلت لك كل الفالفز بتاعت القلب ترايكاسبيد فالف، ترايكاسبيد لهم تلات دولف ما عدا المايترال كان بايكاسبيد، واحد انتيرو والتاني بوستيرو. فالمايترال فالف خد بالك بقى وركز معايا في اللي انا اقوله ده، الانتيرو ليفلت لو كان بايظ يروح للاجزيلا، الانتيرو ليفلت لو كان بايظ يروح للاجزيلا، لكن لو البوستيرو ليفلت اللي بايظ يروح لمين؟ يروح للاسترنم، تمام؟ فانا لو لقيت سيستوليك مرمر على الايبكس اطلع على مين؟ على الاجزيلا. لو مسمع معايا على الاجزيلا يبقى ده مايترال ريجرج وذ انتيرو ليفلت افكشن، خلاص؟ ارجع تاني واروح على الاسترنم. خد بالك بقى من اللي جايه دي، لو مسموع على الاسترنم، يعني لو في سيستوليك مرمر هنا ورايح للاجزيلا، ده انتيرو ام ار وذ انتيرو ليفلت، ارجع تاني واروح على الاسترنم. لو رحت على الترايكاسبيد اريا لقيت في صوت برضه هناك مسموع، هنا بقى في نقطه. ايه النقطه هنا؟ ايه المرمر يا دكتور اللي بتسمع على الايبكس وعلى الترايكاسبيد اريا؟ يعني ايه المرمر اللي بتسمع هنا وهنا؟ عندي حاجتين، اما ارجوز بوستيرو ليفلت افكشن او تي ار، يعني الترايكاسبيد ريجرج ده السايت اوف ماكسيم انتنسيتي ويسمع هنا ويسمع على الايبكس، الام ار وذ بوستيرو ليفلت افكشن ده السايت اوف ماكسيم انتنسيتي ويسمع على الترايكاسبيد اريا. افرق بينهم ازاي؟ وذ ديب انسبيريشن. واحنا بنشرح نظر عملي قلنا ان المرمر بتاع الرايت سايد اوف ذا هارت بي انكريز وذ ديب انسبيريشن كارفالو ساين. انا المفروض في الام ار، ركز معايا كده، في الام ار والتي ار انا بسمع فود 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 فو، ده بان سيستوليك مرمر وراه خطه، الخطه دي اللي هي اس 2 طبعا اسمها مافلت. فانا سمعت هنا على الترايكاسبيد اريا،
اخلي العيان ياخد ديب انسبيريشن. خد ديب انسبيريشن لقيت الصوت علا وبقى واضح بقى فوت يبقى ترايكاسبيد ريفيرجن. لقيته زي ما هو يعني زي ما سمعته على الايبكس سامعه هنا وما زادش مع الديب انسبيريشن يبقى ام ار وذ بوستيرو ليفلت افكشن. وده سؤال مهم جدا واكدت عليه انك ازاي تفرق ترايكاسبيد ريجيرج من الام ار وذ بوستيرو ليفلت افكشن. لان الام ار وذ بوستيرو ليفلت افكشن بتسمع على مين؟ بتسمع على الايبكس اهو، بتسمع على الايبكس وبتسمع كمان على الاسترنم، واخد بالك؟ ومين الترايكاسبيد ريجيرج اللي بتسمع برضو على الاسترنم اللي هو الترايكاسبيد اريا وبتسمع على الايبكس. ان انا وانا على الترايكاسبيد اريا خليني اخد ديب انسبيريشن، لقيت الميمبر بيزيد مع الديب انسبيريشن يبقى ده ترايكاسبيد ايه ريجيرج. لقيته زي ما هو نوت انكريز مع الديب انسبيريشن يبقى ده ام ار وذ بوستيرو ليفلت افكشن. فهمنا حاجه؟ يبقى انا تاني سمعت على الايبكس ولقيت سيستوليك ميمبر، هطلع على الاكزيل لقيته مكمل معاك يبقى ده ام ار وذ انترو ليفت افكشن. ارجع تاني روح على الاسترنم لقيته برضو مسموع، خلي عليه ياخد ديب انسبيريشن على ترايكاسبيد ريجيرج، فضل زي ما هو يبقى ام ار وذ بوستيرو ليفت افكشن. بعد كده اطلع على الاورتا بقى فيرست اورتيك اريا، اطلع على الفيرست اورتيك لقيت ميرمر مسموع في الفيرست اورتيك اريا، واخد بالك؟ وسيستوليك ومسمع للرايت سبكليفيان مسموع هنا، واطلع على الرايت سبكليفيان مسموع واروح على الرايت كاروتيد مسموع، يبقى ده مين على طول؟ يبقى ده اورتيك استينوزس. اورتيك استينوز بتسمع في الفيرست اورتيك اريا ويسمع على الرايت سبكليفين ويسمع كمان في الرايت كاروتيد. قلت لك يسمع في الرايت ليه؟ مش الليفت اللي زي ما قلت لك قبل كده، ده الاسندنج اورتا وده الارش وده الديسندنج. الارش برانشاته ايه؟ بريكوسيفاليك ليفت كومون كاروتيد ليفت سبكليفين، والبريكوسيفاليك بدينا رايت سبكليفين ورايت كومون كاروتيد. فالسكه هنا اللي ضيقه، خد بالك. فبعد ما السكه دي الدم بيندفع عامل زي خرطوم الميه كده، ما تيجي تقفله بعد القفله بتاعته الميه بتروح بعيد، نفس القصه هنا ضيق. فالدم بعد الحته الاستنوتيك بيندفع بتربلنس، اول فتحه بريكيوسيفاليك ورايت سبكليفن رايت كومون كاروتيك، لكن صعب بالاندفاع دي يروح هنا، صعب قوي، واخد بالك؟ فعشان كده بيسمع على الرايت سايد اوف ذا نيك مش الليفت سايد اوف ذا نيك. وده اللي بيخليك وانت بتذاكر النظري تيجي تقرا في الاي اس يقول لك ايه بوست ستينوتيك دايليتيشن. طب ليه؟ لان الاورطة وسع بعد السكه الضيقه بسبب اندفاع الدم بعد السكه اللي ضيقه دي، تمام؟ يبقى ده لو كان الميرمر سيستوليك. لو كان الميرمر بقى، وركز، لو كان الميرمر دايستوليك يا شباب يبقى او على الايبكس يا اما مايترال ستينوزس يا اورتيك ريجيرج. يعني لو انا سمعت وسامع ميرمر مش ماشي مع نظره الكاروتيد يبقى مايترال ستينوزس يا اورتيك ريجيرج. افرق ازاي بين الام اس والاي ار؟ ان انا احط سماعتي على اي 2 اللي هي ليفت ثيرد سبيس، يبقى انا سمعتي على الايبكس اطلع على الليفت ثيرد سبيس، لقيت الميرمر موجود عندك في الليفت ثيرد سبيس يبقى ده اورتيك ريجيرج، لان الاورتيك ريجيرج السايت اوف ماكسيم انتنسيتي على اي 2 يسمع على الايبكس. لقيته مش مسمع خالص على اي 2 يبقى ده مايترال ستينوزس، لان المايترال ستينوزس كنت حفظتك ان الام اس والتي اس بنقول عليهم لوكالايزد ميرمر. يعني ايه لوكالايزد ميرمر؟ لا يسمعوا الا على السايت اوف ماكسيمم انتنسيتي. فهمنا حاجه؟ يبقى ده السكيم اللي عايزك تمشي عليها في حاله الميرمر. لو مشيت عليها تلاقيها سهله قوي. طب تعالى